مرحبا شباب، كيفكن؟ شو الأخبار؟ بتمنى الكل يكون بخير وأفضل الأحوال، وإن شاء الله صحتكن تكون تمام بهذا الشهر الفضيل. كيفكن مع رمضان؟ شو ضل شي 20 يوم؟ بظن إنه نحن في عنا برد شوي، شايفين مطر شمسية، الجو عنا منيح، يعني مو حاسين كتير بالجوع وهيك. بتمنى يكون عندكم كمان الجو منيح والجو يساعدكم على صيامكم وتقبل الله منكم. وللشباب اللي ما صايمين ندعوهم للصيام، جربوا يا شباب مرة يوم يومين، والله سهل، ما في أسهل منه، يعني ما عم نحس بأي شيء، بس أنت صفي نيتك وصوم. أنا بهاي الغابة، هاي حديقة أنا بسميها غابة، ما في حدا، رح حط الشمسية هيك شوي مشان التليفون ما يجي عليه مي وينطفي. شباب، أول شيء بداية الفيديو مشكور كتير، كفو منكم على الفيديو الأخير وعلى الدعم، وصلتوا ل 100 لايك في هذا الفيديو. شباب بدنا 200 لايك لنصور بالأماكن الحلوة ونحكي حكي حلو ومفيد، فاشتركوا في القناة ولايك، لايك أهم شيء، وتعليق حلو منكم ما منقول لا. أنا حاليا هلا وحدي، مش شايفين، ما في أي شيء ولا أي شخص. راح دور الكاميرا هلا شوي مشان نشوف هاي الأماكن الحلوة ونحكي شوي. هون شايفين هاي الدوير، هاي المدينة، وهون الحديقة، شايفين المي، مي من كل مكان، يعني مي عم يطلع من تحت الأرض، من فوق عم يجي، عم تمطر، يعني ما شاء الله. هلا راح نروح هيك شوي، هاي الطريق من هون أول الحديقة. بالفيديو السابق مشكورين مرة تانية على الدعم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. بالفيديو الماضي صورنا هاي هون وعجبكم المكان، هذا الفيديو راح نصور بشكل تفصيلي وراح نحكي حكي بعرف يعني يكون مفيد للجميع. شباب انا ضليت 6 سنين واكثر بتركيا، راح نحكي على هذا الفيديو ليش تركت تركيا بعد 6 سنين وجيت على اوروبا وهلا حاليا باليونان. طبعا اليونان بلد حلوة كتير كتير، ما في أحلى منها، بس اللي عنده مصلحة، اللي عنده مثلا عنده مصاري بده يجي يفتح مشروع هيك، الجزر تبعها خاصة للسياحة ممتازة. يعني تصوروا شباب معي، السياح اللي بيجوا على اليونان، السياح سنويا أكثر من سكان اليونان، 14 مليون سائح بيجي، سكان اليونان 11 مليون. تصوروا يعني، شوفوا هون هذا المنظر الحلو. بالعاده الناس تجي تقعد هنيك، شايفين الكراسي، تجي تقعد هنيك كل مين مع حبيبته مع رفيقته، لانه تعرفوا باوروبا والحريه كل مين مع زوجته، يعني ما في اي مشكله، بيجوا بيقعدوا هون بياكلوا بيشربوا بيضحكوا بيلعبوا بيضربوا بعض عادي. احيانا انا بجيب اولادي، بجيب زوجتي اولادي كمان، نجي نقعد هون ناخذ كم صورة، المكان حلو كتير. يعني أنا بالعادة ما بحب الصور كتير، شي شهر شهرين ثلاثة باخذ صورة إذا شفت مكان منيح. ما علينا، ليش طلعت من تركيا؟ رح ناخذ جولة هيك ورح نحكي. شباب أنا ضليت 6 سنين وشوي، دخلت ب 2013 أوائل 2013 وطلعت بأواخر 2019 أوائل 2013 وطلعت ب اواخر 2019. سبب خروجي طبعا للشباب اللي بيريدوا بيجوا هون، الشاب اذا تزوج تركيا بسوريا بالاردن بلبنان افضل ما يجي هون ويتعذب، لانه وضع العائله باوروبا افضل من وضع العزابي الشاب لحاله. يعني خلينا الجواز وهيك حطوا على طرف، يعني صعوبة تلاقي مثلا بنت هون، تعرفوا نحن عاداتنا وتقاليدنا يعني بتختلف شوي عن الأوروبيين، ما بيعتنوا بالشاب العزابي كتير بقدر العائلة، يعني هذا شيء معروف. يعني هون في أرانب، شايفين رح ناخدكم عند الأرانب بالحادة. هون على ما اعتقد ان انا صار لي شي شهرين ثلاثة بالمدينة،
لسه ما حطيت لايك؟ لا 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 عيب، حط لايك، اشترك في القناة، هذا الفلوج الخرافي الأسطوري. العادة هون شايفين هاي البناية، حديقة حيوانات بيجيبوا عليها كافة الحيوانات المؤذية والغير مؤذية، بيجيبوها لهون العالم تجيب تتفرج. أما ما بعرف هلأ، ما في حدا، ما في أي شيء، ولا لا في حيوانات ولا في بني آدم ولا في أي إنسان خارج، إلا في هنيك بنتين عم يروح بس. شوف فخامة وحلاوة هذا المكان بسبب المطر، ما في أي شيء. العادة هون يكون مليان، يعني هون يكون مليان، العالم تجي بتاكل، اللي عم تدرس اللي بتاكل، اللي بتقعد، اللي بتدردش، ما في أي مشكلة. إيه نرجع لموضوعنا، إذا أنت عزابي فالعائلة أفضل منك، فبنصحك تتجوز وتجيب زوجتك بطريقة ما، أو تتجوز تجي لحالك تساوي لم شمل، أو ما بعرف، هاي مشكلتك يعني بدك تحلها، أنك تتزوج وتطلع. أنا حاليا عملت هيك، يعني كان فيني أجي 2014 و15، بس أيامها كنت صغير، يعني قبل 6-7 سنوات، يعني كنت صغير، يعني ما كنت أقدر أجي بعرف الأماكن واللغات. حاليا الحمد لله يعني بعرف اللغة وبعرف أدبر حالي، بعرف هذا المنظر. صورت لكم إياه بالفيديو السابق شباب، يعني حقيقة حديقة حلوة كتير. لسه في إلى قسم تاني من هذاك الطرف، شايفين من هون هنيك، راح نروح عليها شي يوم، مو هلا، لأنه اليوم مطر، لازم نروح للبيت وصايم. فنصوركم كم دقيقة هون ونحكي شوي، وفيديو القادم إن شاء الله بنروح على القسم الثاني من الحديقة. طبعا هون المدينة، يعني شايفين هون هنيك الشارع، سيارات عم تروح وتجي، العالم رايحة جاية. يعني فالأفضل إنك تتزوج، تخطب، تتزوج، يعني تساوي شغلة تأمن مستقبلك، لأنه إذا بتجي لهون صعب شوي، صعب يا شباب. يعني في شباب كتيرة، يعني آسف على هذا الكلام، إجت وتبهدلت. أنت شو بدور بتلاقي، أنت على شو بتدور هون رح تلاقي، يعني حاشاكم من الأشياء اللي مو منيحة بتلاقي، من الأشياء اللي منيحة بتلاقي، هذا بيجي على طبعك. يعني رح نطلع هون شوي، أوب جينا لهون كمان، شايفين الحجار الضخمة والمي، على الأغلب هذا المي ما بعرف، يعني في سيستم له، في نظام له، بيطلع من تحت لفوق وهيك بيجي، كمان بيجي يطلع من هون هيك، كمان بيروح هيك وبيجي، يعني بيطلع تدوير، يعني ذهاب وإياب، ذهاب وإياب. هاي المي، وهاي هون شايفين، يعني حديقة أغلبيتها مي. فأنا حسيت، يعني ضليت 6 سنين ونص، راح ثبت هيك شوي، ضليت 6 سنين وشوي، يعني من أوائل 2013 لأواخر 2019، 6 سنين وشوي، يعني عمر شو، ما حصلت على أي شيء غير هذا الكملك، ما كان في لي أي شيء. إذا 5 سنين بروح على أي دولة أوروبية باخذ الجنسية والإقامة ومية شغلة، هاي غير العيشة. يعني ضليت 6 سنين وشوي وما في أي شيء. رح نطلع شوي هيك، شايفين هذا القوس كمان، في إشارات ومدري نجمات وكاتبين حكي ما بعرف. فمشان هيك شغل 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 شغل، ما يعني اليوم الجديد ورزق الجديد وما في أي شيء. اليوم اللي تشتغل شبعان، اليوم ما بتشتغل جوعان أنت، هذا نظام تركيا. وإذا فيك تلاقي عمل، يعني ما في العمل مو جاهز، الشغل مو جاهز، يعني تروح خلاص اليوم بروح على تركيا بكرة أشتغل، بدك تلاقي، بدك تدور، بدك تتعذب. وهذا غير المواقف اللي راح تتعرض لها بتركيا،
نحن نعرف في كونات وفي ضرب وفي كسر وفي كل شيء صار مع السوريين بتركيا. بما أن أنا سوري فحبيت أطلع على بلاد تانية من اليونان وأطلع على بلد تانية على ألمانيا على شيء دولة. شايفين هذا المنظر الرائع، هاي شجرة شايفينها هيك شمسية صايرة هيك. فحبيت هيك ندردش شوي بهذا الفيديو وننهي الفيديو هون بهاي المناظر الحلوة شايفينها. شباب أهم شيء اللايك والاشتراك في القناة، شباب بدنا دعمكم وكفو منكم شباب. الله يعطيكم ألف عافية على الفيديو الأخير.